عام 2019 كان عام حافل بالإنجازات في شركة تبريد. هناك نمو بأعمال الشركة من خلال محاور النمو الثلاثة: إضافة تمديدات جديدة، توصيلات جديدة للمحطات القائمة، تطوير مشاريع بنية تحتية جديدة، وأيضا عمليات استحواذ. لله الحمد أضفنا حوالي 22 ألف طن في منطقة شاطئ الراحة طن تبريدي. هناك إضافة إلى محفظتنا في السعودية، أضفنا نسبة 8%، ووصلنا بنسبة 28% استحواذ في شركة سعودي تبريد. شركة سعودي تبريد شركة مهمة بأهمية السوق السعودي. السوق السعودي مدعوما بخطة 2030، هناك مشاريع الكثير من المشاريع التنموية والبنية التحتية التي يتم تنفيذها، وخيار التبريد المستدام هو خيار مهم، ونحن سعداء بإضافة نسبة استحواذنا في سعودي تبريد إلى 28%، فبالتالي هذا مؤشر على اهتمامنا بالسوق السعودي الواعد. عام 2019 أيضا ماليا كان عام جدا جيد الحمد لله. هناك نمو في صافي الأرباح الربع الثالث مقارنة في 2019 مقارنة ب 2018، كان هناك نمو بنسبة 3%. نتائجنا إن شاء الله للعام 2019 راح يتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة، ولله الحمد إن شاء الله راح تكون نتائج مبشرة. هناك أيضا تعزيز للعمليات للقيام بأعمالنا بأعلى معايير الأمن والسلامة. هناك وصول لعشرة مليون ساعة عمل بدون أي إصابات، فهذا أيضا إنجاز. هناك أيضا نمو بنسبة التوطين في شركة تبريد، وصلت إلى نسبة تقريبا 40%، فهذا أيضا التزام من شركة تبريد بدعم شباب المواطنين، وأيضا زيادة نسبتهم في دعم شركة تبريد. عام 2020 راح يكون عام حافل أيضا، هناك اهتمام كبير بالنمو بأعمال الشركة، هناك تطلع للتوسع بعمليات التشغيل والصيانة في محطاتنا القائمة، وزيادة كفاءة استهلاك الماء والكهرباء. هناك أيضا شهية بالنمو بأعمال الشركة والحصول على استحواذات جديدة، النمو بتمديدات جديدة، وأيضا دخول أسواق جديدة منها السوق المصري الواعد. هناك أيضا اهتمام بالتوسع في السوق الهندي، وأيضا تعزيز تواجدنا في السوق السعودي اللي راح ينمو أيضا بوتيرة متسارعة في السنوات القادمة. فإن شاء الله نظرة متفائلة لعام 2020. تبريد شركة عمرها 22 سنة متخصصة في هذا المجال، وراح دائما تكون الشريك المناسب والشريك ذو قيمة مضافة لجميع عملائنا في أي بلد نعمل فيه. في النهاية تبريد اليوم توفر 1.16 مليون طن تبريدي لعملائنا عبر 78 محطة في دول الخليج والهند.